ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ رئيس وهو في دبي التقى مع نجلاء بودن رئيسة وزراء تونس، اول رئيسة وزراء عربية. طبعا انا كان امل حياتي ان احنا يبقى في عندنا الحكاية دي، بس اهو التوانسة سبقونا. وماله، في النهاية زي ما انا دايما اقول كده، العز واحد. طيب ماذا تم في هذه المقابلة؟ ويا ترى ايه هي التباحثات او المباحثات او النقاط اللي تم المناقشه فيها في هذه الجلسه اللي معروضه قدامكم جوانب منها على الشاشه؟ شاركت الدكتوره رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديميه الوطنيه للتدريب ووفد من النماذج القياديه المصريه من خريجي الاكاديميه في النسخه 9 من القمه العالميه للحكومات، واللي زي ما حضراتكم عارفين أقيمت تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات. احنا كنا من يوم 13 ليوم 15 في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الجميلة، وده بمشاركة عدد كبير من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار. بعض من، لا هو غالبا كل اللي في الصورة دي أصدقاء بصراحة وزملاء. طبعا كان في اكتر من مسؤول وصناع قرار، رواد افكار، مختصين في الشؤون الماليه والاقتصاديه والاجتماعيه من مختلف دول العالم. طيب دكتوره رشا شاركت في الاجتماع العربي للقيادات الشابه ليه؟ لمناقشه كيفيه تمكين الشباب. وهنا لازم تشوف التجربه المصريه وتجربه الاكاديميه وتبص هل مصر استطاعت انها زي ما يقول لك كده تمضي قدما في مسألة تمكين الشباب وتجهيز كوادر قيادية شابة للعمل، سواء القيادي إداريا أو القيادي على المستوى السياسي وما إلى ذلك. بصراحة بص على البرلمان وبص على الوشوش وراجع الأعمار وانت تعرف، بص على المحافظين ونوابهم وانت تعرف، وهكذا. أو بص على المؤتمرات العالمية والدولية، ويمكن يكون مثلا مش بس هقول لك مؤتمرات الشباب ولا الملتقيات ولا المنتديات بتاع، طب ومؤتمر المناخ اللي العالم كله جه هنا مصر شرم الشيخ، ما هو برضو اللي عمله الشباب وشبان كتير من الأكاديمية. تحت عنوان تأملات في حكاية الشباب العربي، وده كان عنوان كويس جدا، كان هناك الكثير من الفعاليات، في فعاليات القمة العالمية للحكومات، في تسليط الضوء على موضوعات الهوية، اللغة العربية، وسمعة الشباب العربي، ودي حاجة مهمة جدا باعتباري رجل كثير الأصفار. ده بيدي فرصة لاستعراض حقيقي للتجارب والممارسات المختلفة المتصلة بهذه الموضوعات، ونموذج للشبان العرب اللي بالفعل تم تمكينهم. وانا دايما اقول لك واحنا عندنا هنا في مصر الحقيقه تجربه انا اعتقدها مبهره. دكتوره رشا شاركت في هذه النسخه من خلال الجلسه الوزاريه اسمها رؤيه مشتركه وهدف مشترك، او رؤيه مشتركه نقطتين هدف مشترك من غير حرف العطف واو، والتي تعقد كانت بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة عدد من وزراء الشباب والثقافة العرب. يناقشوا ايه؟ هم عاوزين يناقشوا رؤية مشتركة. شوف انا كنت بقول لك امبارح ايه المشتركات، الرؤى المشتركة، وحدة الرؤى. ده مش هبقى مشغول ما يخيف العالم، لكن ده لا يريده لنا العالم، لكن ده نحن نريده ونعمل عليه. فيبقى في عندنا رؤية مشتركة بنطمح إليها في عالمنا العربي من خلال الشبان دول. بالمناسبة الشبان دول مش مستقبل، دول حاضر. العيال الزغنططين الدعدع دول هم دول بقى المستقبل بتاع البلد، بتاعت أي بلد بالمناسبة. إيه اللي ممكن تقدمه المؤسسات والوزارات العربية لتمكين الشباب العربي؟ ودي كانت مناقشة مهمة جدا. أستأذنك بقى نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ايه الفكره الاساسيه من وجود منظمات للمجتمع المدني؟ سؤال
بكلمك بامانه والله، ايه الفكره الاساسيه؟ منظمات المجتمع المدني وظهورها عموما في العصر الحديث كان مرتبط بالاساس في مساله تحسين ظروف الناس، حمايه حقوق الناس، القدرة على انه نساعد هؤلاء الناس في الحصول على حقوقهم. وبالمناسبة هو ما كانش حتى في بدايات العصور الحديثة ولا حتى مع بداية الثورة الصناعية في اوروبا، لا هو منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية عمليا بدأت تظهر من نهايات القرن التسعتاشر واوائل القرن العشرين، لانه وسيبك هنا طبعا من المنظمات اللي كانت في الولايات المتحده الامريكيه تنادي بالغاء العبوديه والرق وما الى ذلك، دي حاجه ثانيه خالص. لانه اصبح مثلا كان في احتياج لوجود قوانين عمل عادله منصفه للحفاظ على حقوق الناس وما الى ذلك. بعد شويه تطور الموضوع، لا ده احنا عايزين بيئه عمل صحيه. بعد شويه لا ده احنا عاوزين شكل من اشكال التشاركيه، وكل دي حاجات بالمناسبه رائعه وحلوه وجميله. يبقى الاساس في وجود منظمات عمل مدني او منظمات حقوقيه ان الانسان حياته تبقى افضل، وتبدا تشتغل المنظمات دي على اكتر من اتجاه. يعني برضو هنا بيبقى في ظنون على انه ايه، يبقى ده معناها انها بتروح تتخانق مع الحكومه. لا مش بس كده، اهلا وسهلا، يعني تتخانق ويفضل ما تتخانقش، يفضل تتناقش. يعني انا برضو بالمناسبه ده برضو افعيل السن يعني، او عبقريه السن، عارف كده عبقريه المكان، عبقريه السن، انك انت تكتشف انه الموضوع ما فيش، ما يستاهلش خناقه بشكل عام. اي موضوع، اي موضوع في الدنيا ممكن بالمناقشه ليه نتخانق؟ مش هيحصل حاجه يعني. المهم فتتناقش مع الحكومه وتحاول توصل معاها، ويفضل دايما في هناك ايه، الشد ونشد الحبل شويه، ارخي الحبل شويه الى اخره. بس كمان تشتغل جوه نطاق المجتمع وتساعد المجتمع، مش بس انه يعرف حقوقه، لكن كمان لازم المجتمع يعرف واجباته، ولازم المجتمع يتشارك مع بعضه البعض. فيبدأ يحصل هذا النموذج اللي بقول لك عليه، تشاركية تجرى ما بين هذه المنظمات وما بين المجتمع وما بين الحكومات، علشان بنتشارك في ايه؟ في اهداف عامة. طب الاهداف دي اساسها ايه؟ العدالة، المساواة، احترام الكرامة الانسانية. ده الاساس، العدالة، المساواة، احترام الكرامة الإنسانية. تحت العدالة وتحت المساواة وتحت احترام الكرامة الإنسانية هتجد عشرات بل مئات من الفروع. كرامة الإنسان دي حاجات كتير جدا. كرامة الإنسان مش بس في عدم إهانته أو التطاول عليه، كرامة الإنسان في إنه، وهنا بقى كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية، انه يجد فرصة عمل، ويجد فرصة تعلم وتعليم، ويجد فرصة لائقة في الأكاديمية لو صح التعبير عندما يستحق هذه الفرصة. ودي فرصة الاستحقاق، يعني التعليم ما قبل الجامعي دي فرصة الإلزام، أما التانية فهي فرصة الاستحقاق، والفرق ما بينهم كبير خالص خالص. حلو؟ طيب وبعدين، وهنا الاستحقاق مش معناها الفلوس، يعني معناها انك انت تستحق، انت عندك اللي يمكنك، عندك ما يستحق، عندك ما يؤهلك الى انك تبقى جزء من الدراسة داخل المؤسسات الأكاديمية، يعني الجامعات والمعاهد وما الى ذلك. كرامة وعدالة يعني ان انا اتعالج واجد فرصة عمل، وان انا ابقى كائن انتخابي. عارفين انتم المصطلح اللي احنا استخدمناه خلال مثلا يجي دلوقتي 11 12 سنه، ابقى كائن انتخابي، اروح الانتخابات ده حقي، وانتخب واقول صوتي، امارس العمل السياسي، الخ الخ الخ، دي حاجات كتير. طيب انطلاقا من ده، الدوله بتؤمن باهميه دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقيه كفاعل اساسي ورئيسي في العمليه التنمويه كلها. ليه؟ لأنها أداة فعالة حقيقية تدعم حق المواطن، حق الإنسان. هذا كلام أنتوني بلينكن يعني، كمان يعني هو اللي أثنى على الوثيقة المصرية بالمناسبة. ده كلام أكتر من وزير خارجية، أكتر من رئيس دولة من دول العالم التي تحب أن تصف نفسها بالعالم الحر.
يعني ما بين أوروبا وأمريكا، استراليا، نيوزيلندا، يحبوا يوصفوا نفسهم بأنهم العالم الحر وإحنا عالم مش حر، يعني ده في رأيهم، مع أنه لو رجعت الحقيقة لا خالص خالص، بس ده موضع آخر للكلام يعني ومنحة تاني. لكن هو والله كتير خالص من زعماء دول العالم الحر هم اللي قالوا كده. طيب، تم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دي بقى تحتها 3-4-10-5 خطوط كده. الكلام ده كنا في مارس 2022 لو انتم متذكرين. طب ليه اتعمل التحالف ده؟ عشان يحصل عملية تنظيمية. هنا بقى ايه؟ تشاركية الأهداف وتشاركية الموارد وتشاركية قواعد البيانات. بنتشارك، بنساعد بعض، بنكمل بعضنا البعض. ما يبقاش بقى مثلا ايه، والله افترضنا هذه الجمعية او هذه المنظمة مثلا بتشتغل على مثلا انها تعمل مساعدات مراكز صحية وطبية او ان دي بتعمل مدارس، فما يبقاش ايه احنا منظمتين نازلين في نفس المكان مثلا. يعني والله مؤسسة مثلا شغلتها انها بتعمل عملية تصنيع وتغليف وتعبئة وتحضير للأطعمة وتوزيعها على المستحقين، ومنظمة تانية تعمل نفس الموضوع، لا ما احنا لازم نتشارك. يبقى انا بعمل ايه بقى؟ لازم اعمل حوكمة، اعمل استدامة، واشتغل بشكل ايه بقى؟ عادل. ما هو حوكمة واستدامة وتشاركية تؤدي الى عدالة تضمن كفاءة التوزيع. جات لي الموارد، أبدأ بقى أوزعها على أهالينا. ده استنادا إلى دور المنظمات دي اللي بتمتلك كوادر الحقيقة إدارية وميدانية شديدة عالية التدريب، رفيعة المستوى بصراحة، مؤهلة علشان تقدر تقدم الخدمات دي بسرعة بكفاءة، وعارفة هتوصل إزاي للأسر والأهالي من أهالينا المستحقين والأولى بالرعاية. وبالتالي الفكرة دي تقدر تقول انها كانت تمثيل او تجسيد لفكرة توحيد الجهود. كانت هناك حاجة ملحة وضرورية يا سادة يا كرام، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية اللي بيمر بيها العالم، مرة كورونا ومرة حرب، فاصبح في عندي تراكم للاوضاع الاقتصادية السلبية، وده ادى الى ردة سلبية أو يعني وضع شديد السلبية على قطاعات كتير، وخصوصا في أي حتة قطاعات بتاعة أهالينا الأولى بالرعاية. مهم بس إن احنا كنا نتكلم في القصة دي، ومهم كمان إن أنا أقول لك إن في عندنا أخبار حلوة. الحديقة النباتية النادرة، أنت رحت أسوان ولا لأ؟ أنت لازم تروح أسوان بالمناسبة، لازم. اللي ما راحش أسوان ده فات وقطر الدنيا كلها. أسوان دي من أجمل وأحلى وأبهى وأبهج وأمتع وأجمل بقاع العالم دون أي مبالغة. ولما تروح أسوان وما تروحش الحديقة النباتية فاتك الكتير بقى. فالحديقة النباتية في أسوان استقبلت قد إيه بقى؟ استقبلت 21,000 سائح، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من فين؟ أوروبا وأسيا. طب احنا معانا دكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان. اهلا بيك يا دكتور عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف، ده شرف لينا ان احنا. لا يا فندم، ازاي، ده احنا اللي نتشرف النهارده. الله يخلي حضرتك. لا يا فندم، ده احنا اللي نتشرف. طمني على الزيارات للحديقة النباتية واخبارها ايه؟ الحمد لله الموسم ده كان جميل جدا، واستقبلنا زيارات من كل بقاع الدنيا زي ما احنا بنقول، في ساحرة الجنوب عاصمة الشباب العربي الأفريقي أسوان، وفي جزيرة النباتات أو الحديقة النباتية بأسوان. استقبلتوا كم سائح يا فندم؟ 21,000 زي ما كان بيقال؟ 21,700 ما بين سائح من أوروبا وآسيا، والرحلات للسياحة الداخلية الجميلة بتاعتنا من جمهورية مصر العربية بالكامل. طب ده شيء عظيم جدا. الحديقة النباتية أنا رحتها يعني بدل المرة تقريبا مرتين أو ثلاثة لما زرت أسوان، وعارف أنها تحتوي على مجموعة شديدة الندرة من النباتات. السؤال اللي ممكن قد يسأله البعض وبالذات من الأجيال بتاعة الولاد الصغيرين، طب وإيه اللي يميزها عن حدائق قد تكون مماثلة في بقاع أخرى، سواء إذا كان في المنطقة أو حتى في العالم؟ ليه الناس بتحب تيجي من بره لازم تروح الحديقة النباتية؟
الفيو الرائع اللي بتتميز به الحديقة النباتية بأسوان لا يضاهي أي فيو على مستوى العالم في أي حديقة نباتية. جزيرة نباتية في وسط النيل مع الرملة الصفراء بتاعت الجبل الجميلة والمية الزرقاء الجميلة والصخور اللي في نهر النيل في مدينة أسوان، وشكل الجزيرة اللي هو المميز اللي على شكل بيضاوي جميل، والنباتات الاستوائية الموجودة من أماكنها الموطن الأصلي بتاعها اللي هي الاستوائية وشبه الاستوائية، وازاي بتطلع بالجمال والصورة الجميلة والفريدة في الحديقة النباتية بأسوان. ده اللي بيميز الحديقة النباتية بأسوان طبعا، والطمية الجميلة اللي هي اللي في الحديقة مع الأشجار مع خضرة مع الجبل الأصفر، ده بيميز الحديقة النباتية بأسوان بالإضافة إلى الأشجار اللي هي مميزة لينا والاستوائية وشبه الاستوائية، دي كلها خليط ومزيج والظهور للفيو الرائع للحديقة اللي بتتميز بيه في نهر النيل في وسط نهر النيل في مدينة أسوان. ده لا يضاهي أي حديقة نباتية عالمية حتى لو كان فيها برضو كمية نباتات زي كمية النباتات الموجودة عندنا 820 نوع نباتي من أندر وأجمل وأزهى أنواع النباتية الموجودة على مستوى العالم. هل لازالت هناك بعض النباتات غير موجودة في حديقتنا النباتية ونستطيع استجلابها وزراعتها في الحديقة بتاعتنا؟ طبعا احنا مهمة الفريق البحثي في الحديقة وان احنا بنجيب كل فترة مجموعة من النباتات الاستوائية وبننميها داخل الصوب وبنعمل عليها تجارب وابحاث عشان نحافظ على الصفات الوراثية والنباتات من الاندثار، فدي مهمة كمان بالاضافة ان احنا بنحافظ على النباتات القديمة اللي هي موجودة بعمليات الإكثار المختلفة والأبحاث العلمية، بحيث ان احنا كل نبات من النباتات بناخد منه اكتر معاملة بنستخرج منها شتلات، والحفاظ على الأصناف والأنواع الموجودة في الحديقة وبنزرعها طبعا بعد ما بننميها بنزرعها في أرض الحديقة النباتية، بحيث ان احنا نحافظ على الأنواع القديمة ونجيب ايضا أنواع جديدة برضو نزرعها في الحديقة لغاية ما وصلنا ل 820 نوع نباتي، وفي طريقنا إن شاء الله لجلب نباتات أخرى لإكثارها في الحديقة طبعا عشان نزود عدد النباتات الموجودة، بالإضافة لأن احنا عندنا متحف نباتي وبنك للبذور، وطبعا البنك البذور ده ملحق به معشبة اللي هي المعشبة اللي هي الحفاظ على النبات وكل المعلومات الأساسية على هذا النبات. طبعا الثورة العلمية الكبيرة في الطب والعقاقير اللي بيستخدموها الدارسين والباحثين من شتى أنحاء جمهورية مصر العربية، يعني كان شغلنا كتير مع كلية زراعة في الأبحاث وكلية علوم، حاليا كلية صيدلة فاقت هذه كلية الزراعة وكلية العلوم عشان يستخرجوا العقاقير والمواد الطبية من الأشجار الموجودة والاستفادة الكاملة منها بإذن الله. أنا أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية في أسوان. تعالى ننتقل على حاجة مهمة جدا، هو إحنا كان ممكن نبني قاعدة صناعية قبل ما نعمل بنية أساسية للطاقة؟ لا استحالة. طيب هل كان عندي طاقة كافية أن أنا أقدر أعمل قاعدة صناعية بجد، أو قاعدة صناعية عليها القيمة، أو قاعدة صناعية تاخد القطاع الاقتصادي أو تاخد الاقتصاد المصري وتحلق بيه تجري بيه تقفز بيه؟ ده سؤال مهم جدا. طب هو إحنا عملنا إيه عندنا في الكهرباء؟ شوف القيادة السياسية خدت قرار واتحطت رؤية، بهذا الدعم أو بهذه الرؤية وبجهد، يعني أصلا أحب جدا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة البديلة بالمناسبة والمتجددة، لا اسمها الطاقة المتجددة أظن ده الاسم الصح بتاع الوزارة، لأنه الراجل ده عالم مهم عشان بس تبقى فاهم، ووزير عظيم عظيم. أنا أحب قوي الناس اللي شلت المسؤولية في أصعب وقت وما بصوش ورا ظهرهم ولا بصوا حواليهم، انا كان ممكن اعمل واحد اتنين تلاته اربعه دكتور محمد شاكر ده حدوته، يعني حدوته كبيره قوي قوي قوي.
مصر نجحت في تحويل عجز الكهرباء. هو احنا نسينا ان الدنيا كانت بتضلم كده والنور يتقطع على مدار اليوم ما اجمالي 7-8-9 ساعات ولا ايه؟ اظن احنا نسينا صح؟ كويس ان احنا نسينا، مفيش مشكلة، بس انا بقى افكرك بانه ده كان بيجرى. كويس ان احنا نسينا، عارف ليه كويس؟ كويس لان احنا بقينا بنعيش في بلد ما فيها فائض مش فيها عجز. معانا على التليفون الدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صح كده يا دكتور؟ مظبوط. تحيات يوسف بيه لحضرتك وتحيات متابعينا الكرام. اهلا بيك يا دكتور ايمن. دكتور ايمن، احنا كان عندنا عجز قد ايه؟ وبعدين اكتفينا ذاتيا امتى؟ وبعدين بقى عندنا فائض امتى وازاي؟ خليني يعني استعين بكلمه حضرتك بدات بيها الحلقه، هي واحنا كنا نحلم ان احنا ممكن ان احنا نغير الواقع اللي كان مظلم اللي كان في قبل حتى 2014 كمان، يعني من 2008 وبدأت يسوء الموضوع دوت. لا يعني كان أكثر الناس تفاؤلا، ما كانش يتوقع أن ممكن يحصل تغيير في الواقع دوت في فترة بسيطة جدا. وهقول لحضرتك أمثلة كده، يعني لما نقول أن كان عندنا عجز لإنتاج الطاقة الكهربية حوالي من 2000 ل 3000 ميجا وات من 2008، يمكن زادت وصلت لغاية 6000 ميجا وات عجز في 2014. كانت تمثل قد إيه؟ تقريبا 20%، يعني كان أقصى متاحية لينا حوالي 24000 ميجا وات. كان عندنا كانش نقدر ننتج أكثر من كده. طيب يبان بقى في زي ما حضرتك أشرت، الدعم والتضافر الجهود كلها، يعني ده مش نجاح الكهرباء بس، كهرباء وبترول وقوات مسلحة وتعاون دولي ومالية، ويعني صحيح. يعني البداية كانت الرؤية السياسية في إن فعلا توفير الكهرباء ده أمن قومي. أمن قومي يعني إيه؟ يعني زي ما حضرتك أشرت برضو، كرامة المصري إن هو يبقى ما يجي يدوس على زرار يلاقي كهرباء موجودة، إن يلاقي فيه صناعات موجودة ومستثمرين يجوا ويرحبوا إن هم يحطوا استثماراتهم في مصر، ما يبقاش شغال وردية وورديات يطفي الكهرباء. في خلال السنوات القليلة، وأكد على القليلة ديت في معايير الكهرباء، في خلال 8 شهور أضفنا حوالي أكثر من 3600 ميجا وات. في خلال سنتين ونص بس أضفنا حوالي 14400 ميجا وات. المحطه في 3 محطات عملاقه، المحطه في المقاييس العاديه بتاخد من 5-6 سنين. فانت لما تحط 3 محطات بالاجمال الكبير دوت، وصلنا دلوقتي الى تقريبا اضفنا تقريبا 30000 ميجا وات في خلال ال8 سنين فقط. طبعا ده يعني انجاز كبير، وان صح التعبير اعجاز. يعني انا من ساعه ما قلت يا كهربا في بدايات القرن العشرين او حتى في اواخر ال19 لحد سنه 14 كل اللي عملته يعني 24000. 24000 ده اقصى حاجه كانت موجوده. وعايز اقول لحضرتك انت كنت بتعتمد على محطات كانت متقدمه. طبعا. يعني ايه متقدمه؟ يعني معدل استهلاك الوقود كان عالي، الكفاءه بتاعتها قليله، مش قادرة زي ما يكون واحد تعبان مش قادر يجيب خلاص الطاقة اللي محطاته عجزت. مظبوط. وانت ما عندكش القدرة ان انت تجدد. وفي نفس الوقت عايز اقول لحضرتك برضو، يمكن هو احنا كنا ممكن نقول مثلا ان احنا طب ننتج كهرباء وما نعرفش ننقلها شبكات النقل، لا ما ينفعش. هل ممكن ان احنا ننتج كهرباء وننقلها وما نعرفش نوزعها؟ أو معنى تاني، لما بنتكلم على الكهرباء بنتكلم إنتاج شبكات نقل للجهد الفائق والعالي وشبكات توزيع الجهد المتوسط والمنخفض. فبالتالي كان لازم احنا نمشي في ال3 حاجات، على مستوى شبكات نقل الكهرباء جهد الفائق والعالي أضفنا قدرات. يعني لما نقول لحضرتك مثلا لغاية 2014 كان عندنا حوالي تقريبا 3200 كيلو متر من الجهد اللي هو 500 كيلو فولت. تبان فين دي بقى؟ تبان كان في قاطع الكهرباء في الصعيد، في الدلتا، في الاماكن البعيده عن الانتاج. احنا وصلنا دلوقتي اكثر من 7600
كيلو متر من جهد ال 500 كيلو فولت، يعني اضفنا 150% في خلال الست سبع سنين الاولانيه. نفس الموضوع على محطات المحولات اللي هي الجهد 500 كيلو فولت، اضفنا 350%، كان عندنا تقريبا حوالي 10 محطات محولات، بقت دلوقتي عندنا 31 محطه محولات في قد ايه؟ 8 سنين او 6 سنين. ده كمان ما خليناش ان احنا نبص بس ان احنا خلاص طب احنا وفرنا كهرباء وبقينا ننقلها للصعيد والاماكن البعيده، لا ده انت كمان عايز ان كمان تبقى عندك مصادر اخرى. يعني بمعنى تاني كان اعتمادنا على الغاز الطبيعي والوقود الاحفوري بنسبه كبيره جدا. طب انت عندك امكانيات في مصر من الشمس والرياح تؤهل مصر ان هي تكون اكبر منتجي الطاقه المتجدده في العالم. فكان لابد من ان يبقى عندك استراتيجيه مهمه جدا للجزئيه. طب هل ممكن كنت ممكن انت تروح للجزئيه دي وتزود وانت عندك عجز؟ لا طبعا. هل ممكن ان انت تنتج طاقات متجدده والشبكات النقل الكهربي ما تقدرش ان هي تستوعب القدرات دي؟ لا طبعا. هل ممكن ان انت تعمل ربط كهربي مع دول الجوار وتبقى مركز محوري واساسي والعالم كله بينظر لك ان انت مصدر مهم جدا لتوفير الطاقه؟ وده اللي احنا يعني في المؤتمرات وقمه المناخ وبقت سمعه مصر مهمه جدا جدا في ان هي توفر الكهرباء لدول الجوار وخاصه اوروبا. طبعا ما كانش ممكن وانت شبكتك او شبكه النقل الكهرباء اللي عندك ضعيفه طبعا او ما عندكش القدره ان انت تلبي الاحتياجات الداخليه، ما انت هتصدر ازاي؟ فبالتالي هي منظومه وفعلا تجربه مصريه ناجحه بدعم من القياده السياسيه. وعايز اقول لحضرتك تخطيط علمي، الدكتور محمد شاكر زي ما حضرتك اشار طبعا رجل علم ورجل في نفس الوقت استشاري كبير، يعني طبعا معنى كده طبعا. وكانش ممكن يحصل كده الا بدعم من القياده السياسيه، تكون رؤيه واضحه، تكون في مخطط علمي موجود. ولو في مخطط وما فيش اراده وعزيمه موجوده ما كانش ممكن يتحقق ده. فبالتالي هي اراده وعزيمه سياسيه قويه، الدعم القوي، رؤيه مستقبليه مهمه جدا. وده اللي احنا بنشوف نتيجته دلوقتي، ان برغم التحديات اللي بتواجه العالم في الطاقه وفي الكهرباء الحمد لله احنا عندنا الحمد لله الاحتياطي اللي يعني بعد العجز اللي كان عندنا 6000 ميجا وات، بقى دلوقتي عندنا يعني مع اقصى حمل وصلنا لحوالي تقريبا 34200 ميجا وات، وكان عندنا احتياطي اكثر من 13000 ميجا وات. هو احنا يا فندم هي نقله كبيره جدا. هل ودي يمكن اخر حاجه كده اسال عليها حتى ولو على الطاير، انا بتاثر بالحاجات دي قوي. امبارح كنت بتفرج على فيلم وثائقي على توليد الطاقه من الامواج، وازاي بيحطوا حاجات كده بتطفو على الامواج من فوق بعدين متوصله من تحت بكابلات، وكايناتيك انرجي تتحول لالكتريك انرجي، حدوته كده حضراتكم ادرى مني بيها. هل احنا ده اقدر اقول عليه فيزبل او مجدي اقتصاديا بالنسبه لنا؟ وهل لو كده هنبدا نشتغل عليه؟ احنا بص يا فندم، عايز اقول لحضرتك وبطمن حضرتك وكل المتابعين ان احنا منفتحين بدرجه كبيره جدا على كل الافكار الجديده. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا احنا عندنا رياح وشمس كبيره، عندنا في مساحه كبيره في مثلا بحيره ناصر من المياه، في افكار مقدمه ان يتم الاستفاده من المسطح الكبير دوت يبقى فيه انتاج طاقه شمسيه، في يمكن سرعه الامواج والحاجات دي كلها محتاجه بتبقى في شركات بتقدم. عايز اقول لحضرتك يمكن يعني ابرز حاجه دلوقتي والعالم كله بينظر لها يعني باحترام كبير جدا هو الهجين الاخضر. الهجين الاخضر ده كان يعني من قريب كده كان الناس كلها ما بتدوش اهتمام كبير. صحيح. دلوقتي لا. وعايز اقول لحضرتك ان مصر من الدول الرائده
ومتوقع ان هي تبقى من الدور المهمه جدا جدا في انتاج وتصدير الحشيش الاخضر ومشتقاته. يمكن في مؤتمر المناخ وقعنا 9 اتفاقيات اثريه من ضمن 23 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات، وما زال هناك اقبال كبير جدا لتوقيع والتعاون مع مصر في انتاج الحشيش الاخضر ومشتقاته وتصديره، وكمان في نفس الوقت انتاج الطاقه المتجدده وتصديرها والربط مع اوروبا. كل الحاجات دي كلها يعني من ضمن الحاجات ان شاء الله للمستقبل المهم جدا جدا اللي فعلا تحقق رؤيه سياسيه في ان مصر تكون فعلا مركز اقليمي وهام جدا سواء لتبادل الطاقه او لتصدير الهجين الاخضر وانتاجه. يا ميسر الحال، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء. القناه الوثائقيه الجديده بالمناسبه، وده من ضمن بقى الحاجات اللي عجبتني قوي، عامله حاجه حلوه. ايه هي؟ تخليد، خد بالك بقى، تخليد للقوى الناعمه المصريه. فعاملين فيلم عن حياه الروائي الراحل الكبير الاستاذ صالح مرسي. طبعا حضراتكم عارفين كويس جدا الاستاذ صالح مرسي. بالمناسبه الاستاذ صالح مرسي مش بس كتب فيه ادب او روايات من ملفات المخابرات العامه المصريه، وملفات المخابرات بتاعتنا دي تحمل والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، ما هياش مجرد قصص وحكايات، والله العظيم ملاحم بالمعنى الحرفي، ملاحم تخليك تتخض لدرجة انك مش قادر تصدق وانت تعلم انها وثائق حقيقية واحداث حقيقية، انت حاسس انه ايه الخيال ده؟ اطلق خيالك لأبعد، والله العظيم ده جد، لأبعد من أفلام جيمس بوند. طيب بس الأستاذ صالح ما اكتفاش بكده، يعني أنا عايزكم تفتكروا زمان. أستاذ صالح كتب على أدب البحر، وأظن صيام كان كتبها الأستاذ صالح مرسي لو أنا فاكر صح، صيام بتاعت أستاذ يحيى الفخراني. ما في أجيال طبعا ما تفتكرهاش، ودي كانت إخراج الأستاذ فاضل. ف صالح مرسي مع حفظ اللقب والحب والتقدير، صالح مرسي كان واحد من أهم كتاب الدراما المصرية، واحد من أهم الكتاب الذين نقلوا أو اقتبسوا أو فصلوا دراميا وسينمائيا بعض من بطولاتنا الملحمية من ملفات المخابرات العامة المصرية. الجيد في الموضوع إنه نحن في الوثائقية، احنا قناتنا اسمها كده الوثائقية، نخلد قوانا الناعمة. خلوني اخدكم ونروح لفاصل، والفاصل ده مهم جدا لانه بعده هيبقى في عندنا لقاء اكتر من جميل بسبب ضيفنا العزيز الرائع الكبير، وحضراتكم اكيد تابعتوا البرومو، شاعرنا وكاتبنا الكبير الاستاذ فاروق جويدة. لو سمحتوا استنونا. أتقاسم معها أيامي خبز الترحال، كؤوس الفرح، شموخ الحلم، وتؤنسني في كل طريق. قدمت عمرك للأحلام قربانا، لا خنت عهدا ولا خادعت إنسانا، والآن تحمل أحلاما مبعثرة. هل هان حلمك أم أنت الذي هان؟ السقف ينزف فوق رأسي، والجدار يئن من هول المطر، وأنا غريق بين أحزاني، تطاردني الشوارع للأزقة للحفر. قالت سأرجع ذات يوم عندما يأتي الربيع، وجلست أنظر نحوها كالطفل يبكي غربة الأبوين كالأمل الوديع. تتمزق الأيام في قلبي ويصفعني الصقيع.
من أي بوابة من بوابات الجنة أستاذ فاروق جويدة بيجيب لنا هذه الكلمات. خلونا نرحب بكاتبنا وشاعرنا الكبير جدا أستاذ فاروق جويدة اللي يا بختنا إنه شرفنا النهاردة. ربنا يخليك. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. أولا خليني أشكر حضرتك على إنه قبلت دعوتنا. لا أبدا. وأشكرك على إنه جاي لنا وإحنا بتوع الليل وآخره. لا. فإحنا متعبين أنا عارف. لا أبدا. نورتنا يا أستاذ. الله يخليك. أستاذ فاروق أنا من الناس اللي ما أظنش إنه بالضرورة يكون في تعارض ما بين الصحافة وما بين الشعر والأدب. لكن أستاذ فاروق بدأ بالصحافة يعني تخرج من الصحافة ودرسها ثم عمل بالصحافة من وهو في الكلية. وحياتك قلت لي حاجة أنا ما كنتش عارفها، قلت لي أنا كنت في روزة زمان وبعد التخرج رحت للأهرام. أول حاجة احكي لي حكاية روزة دي يا أستاذ فاروق. الحقيقة أولا أنا عايز أقول للمشاهدين كل سنة هم طيبين، وأنا سعيد أولا إن أنا أكون معاك في القناة الأولى اللي احنا كلنا بنعتز بيها، تلفزيون مصر العريق. يعني أنا ابتديت في روزة اليوسف وأنا في أولى جامعة. رحت الروزة، والروزة دي كانت تحس كده ان هي مدرسة للي ملوش هوية لسه، يتشكل بقى وتسيبه، يعني هي تديله وهجها وخبرتها وبعد كده ينطلق. حلو. فرحت روزة أقول لهم عايز أتدرب عندكم، وفعلا رحت وابتديت. كان محمود المراغي وصالح مرسي ووالدك رحمة الله عليه، الله يرحمه يا رب، وكان منير عامر الله يرحمه، وكانت وفتح خليل، يوه كلها التركيب، وأستاذ حمروش، وكان الأستاذ حمروش. المهم إن أنا قعدت يعني من الأسابيع الأولى كانوا بينشروا لي، اسمي بينزل على تحقيقات، لدرجة إن أنا في يوم من الأيام لقيت مكتب بيسأل عليا مين، قالوا لي ده مكتب الرئيس جمال عبد الناصر. أوبا. الله. مين يا جماعة؟ قالوا الأستاذ سامي شرف الله يرحمه. الله يرحمه. ده قبل التخرج. ده قبل التخرج يعني تقريبا 64 65 بالظبط كده. المهم ان انا فعلا كلمته، قال لي انت كاتب موضوع عن مخالفات وسرقات وبتاع، والرئيس طلب ان نحقق في الموضوع ده. وانا حولته للجهاز المركزي للتنظيم والاداره. كان في رئيس الجهاز استاذ حلم السعيد، رحت له طبعا طالب لابس يعني قميص وبنطلون، يعني قميص شاب، قال لي الله ده انت صغير قوي. فالمهم حولني على الجهاز، كان في جهاز تفتيش في الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، وفعلا بدأوا يحققوا في الموضوع وحبسوا الراجل على طول كده. بتحقيق صحفي. فالحقيقة يعني دي كانت بدايتي مع روزة. يعني بعد كده طبعا بدأت أنشر فيها وفي صباح الخير، وكانت فترة ممتعة لأن روزة مؤسسة لها طعم. صحيح. كل حاجة فيها لها يعني تحس وما بتتنسيش. أبدا أبدا. لا ما بتتنسيش. بعد كده قعدت معاهم 3 سنين تقريبا، بس كانت ظروفهم المادية لا تسمح، ولقيت رئيس القسم الدكتور خليل صبات
رحمة الله عليه في المحاضرة في آخر محاضرات الليسانس بيقول لي تروح الأهرام. قلت له إيه؟ هو ده سؤال يعني الأهرام مرة واحدة؟ الأهرام ده احنا كنا المفروض تجاه الأهرام القديم كان طبعا. ورحت الأهرام وقابلت الأستاذ هيكل. طبعا تخضيت وأنا بقابل الأستاذ هيكل طبعا. وقال لي أنا يعني إيه رغبتك إنك تشتغل في الأهرام؟ قلت له والله أنا عندي ثلاث أسباب موضوعية بس فيهم سبب غير موضوعي. أوكي. السبب الأول إن أنا يشرفني إن أنتمي لأسرة الأهرام، وهو في حد يعني الأهرام جامعة شعب. صح. أنا كان عندي فرصة إن أنا أبقى معين. قلت له السبب الثاني إن أنا يسعدني أن أعمل تحت رئاسة هيكل الكاتب. حد التاكد. قال لي ايه السبب الثالث بقى؟ قلت له عندي احساس ما غير مبرر ان انا ممكن اكون كاتب كويس في يوم من الايام. احساس غير مبرر. اصل ايه المبررات وانا لسه. استاذ هيكل كان رد فعله ايه؟ هيكل قال لي اطلع امضي العازف على طول بقى. على طول. طب انا هستاذن حضرتك استاذ فاروق، هروح لفصل سريع جدا وعايز ارجع نكمل الكلام ونكمل برضو شويه ذكريات كده، لان في حاجات كتير لافته للنظر على الاقل في الكام دقيقه اللي فاتوا دول. نروح للفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كاتبنا وشاعرنا الكبير الاستاذ فاروق جويده. استنونا بعد اذنكم. اهلا بحضراتكم مره تانية. بصوا انا كنت بضحك من قلبي من شويه علشان استاذ فاروق يعني حقق كان بيدردش معايا وبيحكي لي، وممكن حتى نتبادل جزء من الكلام ده واحنا قاعدين مع حضراتكم بقى كده على الهوا. احنا كنا بنتكلم على الاستاذ فاروق جوه الاهرام والقامات. بقول له استاذ فاروق، وحضرتك تدخل الاهرام تلاقي زكي نجيب محمود وتلاقي نجيب محفوظ وتلاقي يوسف ادريس. قال لي انت كل ده ليه حواديته، وحكى لي بقى على حاجه يعني زي اللقاء الخميس كل يوم خميس مع الاستاذ نجيب محفوظ. فهنا هرجع على انه قلت لي انا لما توليت الاشراف على الصفحه الثقافيه بالاهرام فكنت بتتعامل مع مجموعه تخض يا استاذ فاروق. هي فعلا كانت تخض، بس كانت عامله لي الفه لان انا يعني ما اعرفش ازاي. ادريس واحسان وتوفيق الحكيم وبنت الشاطئ وزكي نجيب محمود ويوسف ادريس، ايه كل ده؟ كل ده كان موجود. وبعدين كنت تشوفهم يوم الخميس بقى وهم بيتناقشوا، كنت انا اخد كرسي على جنب كده واقعد اتابع. والحقيقه الصفحه يا بيها عملت جو ثقافي لانها كانت اول صفحه ثقافيه يوميه في الصحافة العربية، فكانت عندي هذا الرصيد أولا من الكتاب الكبار طبعا، وقدرت أكسب ثقتهم وأدعي برضو شيء من تقديرهم في هذا الوقت، رغم أن أنا يعني سنوات العمر كانت لسه. لكن أنا كنت مريت قبل كده بإيه بقى؟ أن أنا اشتغلت محرر اقتصادي، كنت بقى وعرفت كل رجال الاقتصاد في مصر، دكتور القيسوني وحجازي والمجموعة دي كلها. وبعدين يوسف السباع لما جه الأهرام بعد الأستاذ هيكل لما مشي بقيت سكرتير تحرير الأهرام مركزي اللي بيديروا الجورنال بالليل. وبعدين علي حمد الجمال عرض عليا بقى ان احنا نعمل صفحه ثقافيه، وابتديت اعمل الصفحه الثقافيه. كتبت عبد الوهاب وك
وكتبت جهان السادات، يعني بجانب كتاب الأهرام الكبار دولا كنت من بره كمان بحاول أجيب الأسماء التانية أضمها للكتيبة دي. لكن الحقيقة يمكن ده كان من الحظوظ الكويسة بالنسبة لي. أولا أنا أنتسب للأهرام القلعة الكبيرة دي طبعاً. بإمكانياته كمان وظروفه طبعاً. يعني أنا سافرت دول العالم كلها من خلال الأهرام. وحتى ما ابتديت أنشر شعري كان من الأهرام. يعني فكان عبد الوهاب يقول لي إن أكبر وأجمل فترينة في العالم العربي هي أم كلثوم، كل واحد يحب يعرض فيها، يعرض فيها إنتاجه الفكري. ولذلك أنا كنت أقول للأهرام هو أجمل وأقوى فترينة لأي كاتب. طبعا لأنه إمكانيات مهولة، وبعدين أهرام في أحجام المرضى يعني ما فيهوش هزار. حتى حضرتك وإحنا أنا كنت بضحك لما قلت لي وكنا بعد يوم الخميس أحيانا أوصل الأستاذ توفيق الحكيم بعربيتي لأنه فروزة روزة على قدها ما نعرفش نجيب من وراها عربية. الأهرام كان ينفع. لا الأهرام كان ينفع، فده برضو كان من ال. وعلى فكرة هقول لك يا يوسف، أنا ما زلت بفتقد هؤلاء الناس على المستوى الشخصي. يعني سايبين فراغ لدى الأستاذ فاروق، فراغ مش بس لدى الوطن، إنساني، فراغ جوايا أنا شخصيا. وكنت بحس بوجودهم إن دول المظلة لينا كلنا. وكنت بحس كمان إن أنا بنتمي لهؤلاء الناس، أنا كوطن، إن أنا عندي هذه القامات طبعا، إن أنا عندي هذه الأسماء. فلما كنت بقدم نفسي جنبهم، يعني هقول لك حاجة، أنا عملت الصفحة الثقافية سنة 78، قعدت شهر كامل ما كتبتش فيها اسمي. كل الكتاب الكبار قدمتهم، وبعدين على استحياء بدأت أعمل بوكس صغير ليا تحت كده أحط عليه اسمي. وكنت بعتقد إن أنا البوكس الصغير ده ودول المضللين عليا بيديني إحساس أولا بالقيمة قوي وبالأمن قوي، وبشيء إحنا بنعتز به إن مصر هي مصر. أنا هروح للفاصل يا فندم، بس عايز أرجع بعد الفاصل لو سمحت لي أفكر مع حضرتك في إنه دي بتبقى نقطة ألم لدى اللي أصدقائه كبار، يعني أصدقاء حضرتك هم الجيل الأكبر من حضرتك، ودي بتبقى حالة مؤلمة جدا. ده صحيح، لأنه شعور الفقد هنا بيتعاظم في سن مبكرة جدا. ده صحيح، تفقد أصدقائك وأنت صغير السن. ده صحيح. لا أنا لازم أفهم ده. خد بالك احنا بنتكلم على صاحب تجربة، بنتكلم على واحد من أهم شعراء العربية المعاصرين، فمسألة الإحساس والعلاقة ما بين الأصدقاء في وجود فارق جيلي متسع مؤلم. فاصل ونكمل الكلام. ما أجمل أن أجد امرأة في ساعة موتي تحييني في ليلة حزن وحشية، امرأة في ليلة حزن تعبر في صخب العربات، وأنا والليل وقنديل وطريق مات، ما عاد يحس بأقدامي. هل تسمحين بأن ينام على جفونك لحظة طفل يطارده الخطر؟ إني سأرحل عندما يأتي قطار الليل. لا تبكي لأجلي، لا تلومي الحظ
إن يوما غدر فأنا وحيد في ليالي البرد حتى الحزن صادقني زمانا ثم في سأل هجر إني أحبك. الصداقة بين جيلين بقدر فوائدها بقدر ما هي مؤلمة. أنا اتعلمت ده من أمي بالمناسبة، لأنها كانت تعاني من الموضوع ده، أنه كل الأصدقاء أكبر منها بجيل كامل، يمكن جيل ونص. فمع تقدم العمر والوفاة فتشعر بالوحدة، ده إحساس مخيف برضه. هي فيها إيجابيات وفيها سلبيات. فيها سلبيات أن أنا ما عشتش جيلي، ما هو برضو كل جيل له مواصفاته. يعني طبعا يعني أنا كان حظي، مش هقول قدري، إن أنا لقيت نفسي مع هيكل، مصطفى أمين، محمد عبد الوهاب. حضرتك قلت لي كنت بقابل الأستاذ هيكل مرتين كل أسبوع، والموسيقار محمد عبد الوهاب في ساعة حديث تليفوني يومي، نتكلم بالليل في التليفون. رياض الصنباطي كان رجل صعب انك تقرب منه، كان يكلمني يقول لي تعالى، لدرجه انه ساعات كان يشتكي لي من حاجات خاصه، يعني من الدنيا كلها. يوسف ادريس كان رائع عظيم. وبعدين بس ده بعدني عن جيلي، ودي برضو نقطة سلبية. يعني تعرف بس ساعات بتبقى أريح برضو أساس. يعني ما أعرفش، ما عشتش مغامرات عمري، مش يعني ما خدتش شقاوة جيلي. بس يعني حاجة كده توصل لفردوس مفقود برضو، لأنه بالزبط. بتاخد كم خبرات من شخصيات شديدة التنوع، شديدة الثراء، كبيرة جدا، ضخمة جدا، وده بيخلق نضج سريع جدا للتجربة ده صحيح. لكن أنا كنت سعيد يعني أنا كنت صديق للشيخ الشعراوي، ولذلك ما بدافع عنه دلوقتي، لأن أنا عرفت خالد محمد. أنا عارفه. خالد محمد خالد كان أجمل جلساتي مع خالد محمد خالد في المنيل، وكان ساكن في شقة فوق في الدور السادس من غير أسانسير. ولما تعب كان بنى بيت صغير في المقطة، فراح قعد فيه، ألح على أولاده وقال لهم ودوني الشقة القديمة. أنا مش مستريح. فيعني عايز اقول لك انها هي تجربه انا سعدت بيها، وكانت ادتني قدر من الثراء والعقلانيه وعدم التشنج او فكتاباتي اتسمت بقدر كبير من الاتزان والموضوعيه، بحيث ان انا لا كنت، لأن أنا حققت شيء بدري، ما بقيتش الأضواء قضيتي. التحقق كان مبكر. لا بالضبط كده. فكنت وبعدين أنا استفدت من الناس دي في حوارات ومناقشات، بجانب يوسف والدي. والدي كان عالم أزهري رحمة الله عليه، وكان مستنير جدا. هو اللي علمني اسمع ام كلثوم وانا صغير، وعلمني عبد الوهاب ازاي، وكان يقرا القران بقراءته العشر. الله. وخلاني اخطب الجمعه بالناس وانا عندي 14 سنه. برضو ما هو ده كان اختبار تاني. فعايز اقول لك يعني كلها حاجات أضافت ليا. وحتى لو كان في إحساس حاليا بالفقدان، فأنا ده القدر،
والعمر والزمن يعني. يمكن انا في البدايه خالص حتى يا استاذ فاروق انا بتكلم قلت انا مش من الناس اللي تشوف انه في هناك تعارض ما بين الصحافه وما بين الشعر والادب، لكن اقدر اقول انه في اغلب الاحوال وفي اعمها، مش هقول كلها بالجمله، الصحافه ممكن تاخد الشعر والاديب، واحيانا اخرى الشعر والادب بياخدوا الصحفي. في الحالة بتاعت الأستاذ فاروق، وده كان بالنسبة لي دايما لفت للنظر، رجل خبطات بالتعبير الصحفي وحملات بالتعبير الصحفي وتحقيقات مهمة بالتعبير الصحفي شديد التميز، وشاعر عظيم جدا، فلا الصحفي خد من الشاعر والأديب وبعده، ولا الشاعر والأديب أبعد الصحفي واكتفى فقط بالشعر والأدب، ودي معادلة شديدة الصعوبة. أنا أعترف لك أنا عايش من ألمي، ولم يكن أمامي طريق آخر، يعني أنا لم يكن أمامي يعني أنا عندي التزامات طبعا، وأب وعندي أسرة وابتديت حياتي الأسرية صغير، فالصحافة كانت بالنسبة لي، أنا كمان أعترف أن أنا حبيت الصحافة يعني، فالمنافسة دي أفادت الاثنين. إزاي؟ إن أنا أكتب المقال بإحساس الشاعر. حلو. يعني أنا لا أتخلى إطلاقا عن مشاعري وأنا أكتب المقال، لكن في ضرورات بقى خلقت في نوع من يعني أنا الكتابة اليومية بالنسبة لي عبء، لكن لما الأهرام اتفق معايا وكان الوسيط الأستاذ هيكل رحمة الله عليه وفات، لكن الكتابة اليومية بالنسبة لي تجربة صعبة برضو أكيد حتى الآن، لكن هي قربتني من هموم الناس يعني، هي بقدر أحيانا أبعدتني عن الشعر، بس فهموم الناس دي نقلت على شعري يعني ما بقاش صحافة بس، لا بقيت صحافة وشعر ومسرح. أيوة ومسرح، وبدليل أنا ما عملت الوزير العاشق. أيوة. أنا عملتها في 30 سنة، كنت 30، قلت وأنا بكتب فيها لو نجحت يبقى خير من ربنا، لو ما نجحتش هيقوله صغير ولسه هيجرب. صح. فكنت بقنع نفسي يعني، أنت عارف يعني أنا في حالة حوار مع نفسي إن أنا الوزير العاشق. الوزير العاشق سميع أيوب، هي ربنا يشفيها بتمر آمين آمين يا رب. كسرت الدنيا الوزير العاشق يعني، أنا بصيت لقيت 120 مقالة كتب عنه الله في مصر والدول العربية وبرا مصر، وعرضت بقى في كل الدول العاصمة العربية، لدرجة أن يوسف إدريس أما راح شافها في مهرجان دمشق، أنت عارف ده ملك المسرح يوسف طبعا، فقعد على الأرض هو ودريد لحاه ما لقوش كرسي، فكتب ده في الأهرام يوميها، قال ما تخيلتش مسرحية الفاروق ويدا أن أنا أقعد على الأرض. فالتجربة نجحت، فبعد كده عملت الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي، والخديوي محمود ياسين كان طبعا كان رائع طبعا يعني. فال ال ال الصحافة هي برضو
مهنة تتحب. يعني هي مش أنا مش خارج السياق، لا لا. وبعدين أنا ابتديت صحفي. صح صحيح، أنا كتبت الشعر وأنا عندي 15 سنة أو أقل، ولكن الصحافة أهم من ده كله، إن هي ادتني مساحة أن أنشر مقالاتي وشعري. أنا عايز أرجع على دماغ، على ستار الكعبة. ليه أو إيه اللي كان بيدور في ذهن أستاذ فاروق عندما اتخذ قرارا بكتابة هذه المسرحية؟ وإيه اللي مر بذهنه وهو بيكتب دماء على ستار الكعبة؟ قضية الحرية. قضية الحرية هي قضية أي شاعر أو مبدع أو أي كاتب ألا يشعر أنه عليه حصار بأي شكل من الأشكال. أي حصار فكري، حصار سلوكي، حصار اجتماعي، ضغط اجتماعي، يعني هي قضية الحرية. وخدت النموذج الحجاج. نموذج قاسي وعنيف مع انه كان خوج، انت عارف يعني هو كان مثقف جدا جدا وشاعر جميل يعني هو حدوته في حد ذاته، عنده متناقضات مخيفه مخيفه. وانا في اوقات كثيره في النص تعاطفت معاه، قال لهم سيجيء بعدي ألف حجاج جديد. فيعني اخترت النموذج اللي له أولا معروف في الثقافة العربية، ومعروف تاريخيا وسلوكيا وكل اللي دار حواليه. ف اختياري انا كنت عايز اناقش قضيه حريه المبدع. وبعدين الصراع بقى ما بين الفكر والابداع والحريه، وده برضو انا عديت عليه في ابن زيدون اما اتسجن، وهو اتسجن فعلا يعني مع ولاده. وحتى لما جيت الخديوي انا ما كنتش بعيد بقى عن الواقع المصري. احنا الوقت خدنا وللاسف هو خلصت الحلقه، بس خليني وانا بختتم الحلقه انه دماء على ستار الكعبه انا اتفرجت عليها وكنت عيل صغير، فتسببت في ان انا حبيت الحجاج ابن يوسف الثقفي بالظبط. ولا زلت اهاجم حتى هذه اللحظه عندما اتحدث عن الحجاج وانا كثير الحديث عنه، وبلتمس له اعذار طول الوقت ومبررات انسانيه يعني بالمناسبه يعني. فاستاذ فاروق انا وانا بختم، حضرتك غيرت في انماط تفكير بتاعه جيل اتولد في السبعينات زي حالتي. وأنا أتذكر ليا واحد صاحبي كان اسمه هيثم، وكان هيثم عنده محاولات شعرية، وكنا دايما وإحنا في سن الإعدادي والثانوي نقول له هيثم أنت عايز تبقى إيه؟ عايز تبقى شاعر زي مين؟ فيقول لي زي فاروق جويدة، ما حفظ اللقب طبعا، بس قال لك زي فاروق جويدة، أنا عايز أبقى فاروق جويدة. فأنا النهاردة سعادتي بالغة إلى أبعد الحدود. الله يخليك. وأنا فعلا نالني عظيم الشرف، وأنا هعمل زي الأجيال اللي كانت أكبر مني، هفضل متعلق بالجيل الأكبر، أطلب صداقته وأطلب أن أنا أتعلم على أيديه. فاسمح لي دايما يا أستاذ فاروق أن أنا من وقت للتاني بأزعج حضرتك بمقابلة، واجي كده أقعد مجرد ألتمس السمع ليس إلا. لا أنا سعدت بيك وسعدت. أنا بقالي 10 سنين ما طلعتش عندكم على فكرة هنا. الله، ده انا على كده حظي حلو بزياده. ده 10 سنين ده انا كده حظي حلو بزياده. انا بقول لك هم 10 سنين بالظبط. فيعني انا سعيد ان انا كنت معاك، وانا بتابعك على طول يا بختي. والحقيقه انا معجب قوي بتجربه التلفزيون المصري ماسبيرو،
شايف في تقدم كبير جدا. التطوير اللي حصل في الأولى عظيم بصراحة. يا ما كنت بدافع عن ميسبير وأنا عضو في مجلس الأمنة زمان، لأن أنا شايف إن ده تلفزيون مصر اللي يجب إن احنا ندعمه ونحرص عليه ونديله كل فرص الانطلاق والنجاح. وأنا شايف إن في الحقيقة خطوات كتيرة مبشرة. ده صوتنا وصورتنا ووجداننا، فيعني يا ميسر الحال. أنا عايز أشكر حضرتك مرة كمان إن شاء الله. أو عشرات المرات أفضل أشكر حضرتك ولن أوفيك حقك. كل الشكر ليك يا أستاذ فاروق. أنا اتشرفت وتنورت. وهنعمل إيه بقى؟ ما هو فعلا فعلا كل ما هو جميل بيخلص بسرعة قوي زيادة عن اللزوم، لكن أدي حال الدنيا. خلصت حلقتنا للأسف الشديد. كريم ده كريم جوه الاستوديو، كريم هيبدأ برنامجه رقم 10 حالا، واحنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.